بذا يا صلاة يا النبي الغالي وصلاة عندي يا ناس كنزي ورث مالي اللي الإلج أرسله رحمة من العالي وفدا روحي وزوجتي وأهلي وعيالي. أنا لما بمدح جماله بل النور من العالي ساعة ما صلي عليه قدري يصير غالي. أفضل ليالي وليالي أمدح نبينا طه الغالي وأسهر وليلي أحلام في مدح أحمد طه الزين من بعد مدحي في العدنان أقول حكاية واد غلبان فقير قوي خانوا الزمان عايش فقير الحال مسكين من صغر سنه فقد أبواه وعاش يتم عمره يا ولده وحظه ملوي زمانه أذى خلاه يعيش العمر حزين بيشتغل بدراعه أجير عندي راجل جبار وخطير وكان بعمله كأنه أسير ولقمة العيش يا ما بتهين ولد اليتيم اسمه سليم أبوه أمه مات وسابوه ملوش لا بيت ولا أرض عنده 6 سنين ولد صغير ناداله راجل اسمه عبد الجبار قال له تعال يا واد ما تزعلش ربك حدايا اخذ الواد شغاله لما بهدله ما كانش واخده ابتغاء وجه الله كان واخده عشان يشغله حداه ضرب الولد واذاه ولما اليتيم انضرب بص للظالم صاحب الاطيان والاموال قال له تضربني ليه يا شيخ عبد الجبار قال له يا ظالم الناس وهاينهم وآزر يا ظالم الناس وهاينهم وآزر وتملي بتسلهم حقك تواسيهم علشان ما هم ضعاف والفقر طاويهم فارد عليهم جناح الشدة ما بترحم ده المولى قادر أوام يمحك ويغنيهم المولى قادر أوام يمحك ويغنيهم تضربني ربنا قادر ياخد كل شيء منك قال له كده بقى انت يا واد اللي جايبك حداي عشان اكلك عيش بتقول لي الكلام ده قال له مال بتضربني ليه بتقول يا واد كده ليه كلامك معانيته ايه عليت صوتك على ايه يا مرابع يا جربو يلا بعيد عني عمرك ما تلزمني ولا عنت تخدمني روح للشارع والبوم بلاش معايا تعيش لحم اكتفك يا لئيم من خير يا وادي يا سليم اخرج من بيتي يا يتيم روح للشارع والبوم
انا اجوع ما دام ربنا موجود ما فيش حد بيجوع. طول ما في ربي موجود هو رزق العباد. وقال له يا للإلاج اكرمك بالنعمه ليه تعصاه. ولد الصغير بيقول ايه؟ يا للإلاج اكرمك بالنعمه ليه تعصاه وتبرزوا ليه بالمعاصي علنا وما بتخشاه. عمال بتنهي وتؤمر مغرور قوي بالجاه. بكره حتندم في يوم ما ينفعت فيه جاه. عمري ما شفت اللي مات خد الفلوس وياه. مشى وراح على بيت الله صار اليتيم في رعاية الله. راح يا سادة بيت مولاه لقى راجل بعبد مولاه ساجد لربه في قلبه حنين. الراجل ده اسمه كريم رافع يده إلى الرحيم غير خلف عايش على ضيم. يتمنى ودين ده لله كان كريم ده يا خلق الله. من الملكة ربنا أعطاه أسبل عليه ستر وغطاء اكمنه من الناس الصالحين. عايش في عز ملوش حدود والرزق ميت صر له ممدود. تاجر وبين الناس معدود انه من الناس الطاهرين. انه من الناس الطاهرين. ساب الظالم وراح على بيت الله. وسليم شاف الراجل بينده على ربه وداخل الجامع لقى راجل واقف في القبله بيقول يا رب نفسي في حته ولد يا رب. قول بأعلى صوت بندقك يا رب راعيني. انت اللي وحدك كريم تقدر تواسيني. طمعا في كرمك ومن غيرك هيعطيني. زكريا لما ناداك وهنت عظام مني لبتني داك بالعجل وهبت له يحيى. يا صاحب المقدرة بنادك تراضيني. نظرة رضا منك مالناش غنى أبدا عنك. حقول يمين ويأس منك راعي اللي وحدك عالي لي. نظرة رضا منك وطول مجمع يزيد لا سحيزن والجرح مجمع أزا حيطول. نظرة رضا منك تدوي يا ربي بدعك تكرمني. نفسي في ولدي يحمل همي لو مت يبقى يدفني في الدنيا يبقى لتذكر بي. مساء وصباح بينك مولا الأمر بقى لك سلمنا. انت الوحيد يا عظيم الجاه تقدر تبت وتحكم فيه. تقدر تبت وتحكم فيه. شيخ كريم في الجامع نفسه في ولد يعرفش ان في ولد في الجامع ورا منه نايم مش لاقي اب. شيخ كريم يا دوب نادى على ربه وقال يا رب اعطيني ولد. فسمع الولد عمال بيعيط. بص له قال له مالك يا ولد بتبكي ليه ونايم في الجامع؟ سليم بص له قال له انا اللي ياما كتير الخلق هانون. آه
وانا اللي اهلي اوامر حلم وفاتون. المتواضع في غمضة عين وسابوني سابوني تايه في وسط العباد من حسرتي حيران، واللي اشتريتهم بأرخص شيء باعوني. قال له كنت عند راجل ظالم طردني ومانيش لاقي لي اب. الشيخ كريم قال له طب تعالى يا ابني، تعالى يا سليم، انا راجل تاجر كبير وما عنديش اولاد ونفسي في ولد. قال له تعالى في الحال انا عندي لك اعمال. قال له تعالى في الحال انا عندي لك اعمال، حدايا كتير من المال انا وانت نتاجر فيه. اخدوا كريم وياه شغلوا في تجارة معاه، كمان زود في عطاء الدك بتسكن فيه. ولما شافوا يا ناس مليان نشاط وحماس جوزوا من احسن ناس، وزاد بعطفوا عليه وزاد بعطفوا عليه. شاف الولد واد خفيف، الشيخ كريم بص له كده يا سليم قال له نعم، خد ال 2000 جنيه دول ودوهم مصر حاضر يا سليم، نعم هات البضاعه من المنصوره حاضر. قال يا ما انت كريم يا رب، نفسي في ولد يوم ربنا يبعت لي ولد خفيف زي دي وشاطر وريحني، أنا لازم أجوزهم أحسن بنت. وخطب للولد وقال له يا سيم هجوزك جوازة حلوة. مرات الشيخ كريم بتقول له اتجوز ولد ما نعرفوش، جاي مع المية ما نفهموش مش عارفينه منين. قال لي قال لي براعي اليتيم المولى بيراعي. واللي بيعطف عليك لازم ربنا يعطي، واللي بيعمل ثواب المولى بيجازيه. الحسن عشرة وتضاعف إلى عشرات، وتملي تلقى الإلج مش شر بينجيه. كده جوزوا بنت حلوة اسمها سعدية، والشيخ كريم بعد ما جوز الولد وجاب له مداع في ليلة الفرح وقعد قدام منه كأنه بفرح ابنه حبيبه مش ولد غريب. يقوم ربنا علشان هذا الكرم من الشيخ كريم يقوم ربنا يطعمه ويعطيه. من ليلة الواد ما اتجوز اليتيم عناية السماء نظرت للراجل الشيخ اللي ما عندوش أولاد. والأيام تطول أيام وتروح ليالي وتيجي أيام، وفي يوم يا ناس من زاد ليام مرات كريم قالت أخبار، قالت له رب السما يا كريم أجاب دعانا لأنه رحيم، هتبقى أب خلاص يا كريم شهور وبيتنا هيبقى عمر، بعد الشهور التسعة تمام وبإذن من المولى العلام، زوجة كريم وضعت في غلام أبهى من البدر يا حجار. رجل الطيب ربنا بعت له ولد يا دوب، قالوا له مراتك جابت ولد يا شيخ كريم، قال دي بركة اليتيم، وراح يجري علشان يفرح سليم وقول له ربنا بعت لي ولد إلا ومرات سليم روح رب توضع. بعد فترة قصيرة كمان
وضعت سليم وضعت يا اخوان طفلة جميلة جمال فتان وحسنك سبحان الله مرت سليم فرحت بيجا وسلم كمان جاي من بيجا بالحسن يتعاجب بيجا زي القمر في جماله وبجا كريم يا ناس سمى ابن رجاء وسلم سمى البنت وفاء كريم يا ناس سمى ابن رجاء وسلم سمى البنت وفاء وللحياة جيلكم بحضاء عم كل الخلق بها وعم كل الخلق بها الدنيا صبحت جميلة بعد الخلفة والأولاد والحزن ولا بعيد والفرح تاني عاد وكل شيء في الوجود جارب قدر وميعاد والبنت والواد سوا كبروا بقوا حلوين والرسالة وشهم الاتنين بسرعة زاد لما كبروا الولاد بلغوا 6 سنين لما كبروا يا مستمعي سنهم بقى 6 سنين دخلوا المدرسة سوا الاتنين رجاء يا ناس ووفاء ويا ويا التلامذة الصبحية بيروحوا ويعودوا سوية وآخر السنة 100% يلقى حبيبته يا ناس ويا لكن الزمن يا ماله بأحوال ويا ما بيطوي أسود ورجال وبعد حال يتغير حال وكل شيء بإرادة الله كارم أصابه يا خليه ألم في جسمه بسرعة شالوه يا سلع طبة لما شافوه وغلبوا واحتاروا في دواه كارم أصابه يا خليه ألم في جسمه بسرعة شالوه أخدوا للأطبة يا ناس كارم أصابه يا خليه ألم في جسمه بسرعة خدوا يا أسو الأطباء لما شافوه غلبوا واحتاروا في دواه غلبوا واحتاروا في دواه غلبوا واحتاروا في دواه الراجل بص له كده وقال له يا ابني أنا سلمتك مالي وأنت في التجارة بدالي يا سليمة لنعم قال له حياة وفاء بنتك ورجاء ابني أنا حوصيك وصية كريم ما أصابه ألم في إيده وأوصل لما الأطباء شافوا قياسه من أحوال ولما قرب الأجل ندى سليم قالوا قال له على ابني وزوجتي يا سليم أوصيك حافظ عليكم وراعي الود وغال تعال يا ابني قال نعم قال أنا حمود كل الدكاترة يأسوا في دواي وأنا حسلمك الأمانة المال معك أمانة وده مال مين؟ مال ابني ابن رجاء كل انت وبنتك ومراتك واكرم زوجتي زي ما اكرمتك واكرم ابني معاك قال له ابني امانه ما بين اياديك عليه وعلى امه اوصيه
قال له الدنيا دي يا سليم يوم لك والتاني عليك. ولو ضحك لك زمانك يرجع تاني ويبكي. اسمع كلامي اسمع كلامي اسمع كلامي وخد منه نصيحة إليك. اوعى في يوم يا ولد الدنيا دي تغرك وتعامل اللي أساء زي اللي حن عليه. وصل وصية وبعدي وصل وصية وبعدي كارم في لحظات انتي والأرض ما رجعنا لي الأرض ما رجعنا لي والباقي طبعا هو الله. ودي نهاية الدنيا يا ناس الموت نهاية لكل الناس ولا باقي إلا رب الناس هو اللي وحده عزيز في علاه. كارم رحلني الدنيا خلاص مات وانتهى من دنيا الناس وترك زوجته ولده يا ناس ترك إليهم تقوى الله ترك إليهم تقوى الله. أهو مات كريم وانت جاوى على ابن وصى سليم وقال له دي وصيتي اعمل بها يا سليم. حافظ على زوجتي وابني من الاسى والضيق اوعى في يوم تنهره وتهينه وتذله سايق عليك النبي ترحم بكاك يا سليم. عايزين نشوف لما رحل الراجل الطيب وسلم سليم الأموال وسلموا زوجته وابنه أمانة هيصون الأمانة ولا لا؟ الأولاد هم في المدرسة سوا حبوا بعض. فاتت الأيام ومرت السنين وكبرت وفاء وكبر رجاء وهم في المدرسة سوا حبوا بعض. الراجل بص بعينه لقى البنت مغرمة بالولد نادق لي زوجته قال ليها بنتك ما جيش على بعضيها شايف رجاء بيلاغيها الاتنين سوا رايحين جايين قوملها حالا ونادلها بينك وبينها بيقوللها ايه الحكاية وتفاصيلها سمعت انا ورأيت بالعين. قومي اسألي بنتك شوفيه اسأليها سؤال تحب الواد ولا لا؟ قالت لهم كانت بتحبه فيها ايه؟ الحب حرام؟ راحت لبنتها خدي يا بنتي انت بتحب حد في المدرسة معاكي ولا بتحب مين؟ ولا بتحب رجاء؟ قالت لها شي غصب عني يا ماما اصل الهوى غلى لما شغلني نسيت اعمل لي قلبي حساب احنا تعهدنا سوا لازم نكون احباب ومهما يحصل لنا
أنا عمري ما حنسى وزي راح أنسى ولد قلبي في حبه داب داب يما. قال لها البنت قالت لك ايه؟ قالت البنت بتحب الولد. قال لها جاك حب البلد يطلع على عينك وعين بنتك تحبه؟ ما الواد اللي ملوش اب ليه ياخد بنتني؟ قالت له ده انت بتاكل في خير ابوه والمال اللي معاك مال ومش مالك انت. قال لها اخرصي اخرصي يا ام وفاء، احنا عايزين نسعى للمال اتقملني. وفكر الظالم وقال اعمل ايه علشان اخد الاموال. ندى على الولد وقال اشوف مين اللي هيغني. ضحك على الولد وقال له رجاء؟ قال له نعم. قال له تحب تتجوز بنتي؟ قال له طبعا. قال له شر؟ قال له اه. قال له تسيب المدرسه جوزك بنت وفاء. وفكر وقدر وقتل كيف قدر، ناوي ياكل مال اليتيم ويغدر بيه. الواد لما قال له انا هتجوزني بنتك؟ قال له اه. قال له ولا مدرسه ولا غير؟ قال له عشان تمشي تعيش في تجاره ابوك. سمع كلام رجاء ونفذ له اللي قاله عليه، وساب درسته عشان روحه وضيعني. وقال حبيبي مفيش حاجة هتغلى عليه، لازم أضحي عشانه بكل شيء غالي. مسكين ما يعرفش ايه اللي مخبي لي. قال له تعال عشان تشوف تجارة ابوك، واخد الولد وياه وناوي يغدر بيه عشان يرميه في البحر. قال له اركب فوق السفينة شوف المية شوف السمك. الواد كان فرحان ساب الدراسة وقال التجارة حلوة والفلوس والفسح والرحل. فكر سليم تفكير وأحكم التدبير، علشان في وقت قصير ينفذ اللي دراه. وبسرعة ومهارة جهز له تجارة وسفن وبحارة، وخد رجاء وياه يروح ويرجع بيه. والوادي آمن ليه، الوادي عين عليه اطمن له يا ولده. وفي مرة كانوا ماشيين فوق السفينة الاتنين، سلم في غمضة عين طوح رجاء ورماه. الواد يراعي ليه الموج يغالب فيه، والواد يقب ويغطس وداك هيضحك. راح وانتهى الولد والمال بقى ليه، فجوز بنت على مزاجي زي ما انا عايز. لكن الولد يغطس ويقب يقول كلام معنوي، يقول يا خاين العيش ويا الملح واللي فين، من الإله راح تروح وانت عليك ملكين. بيدونوا كل شيء بالعدل يا مسكين، حسبي إلاج السماء واحد ما فيش غيره يقدر يخلص لنا منك في غمضة عين.
لما رجع الغدار ورمى الواد في البحر وقال ما قلتش هتاجر. راح الولد ام الولد شافته جاي لوحده. ها سليم ترجعت بالتجارة؟ ما جبتش بضاعة؟ فين ابني؟ قالت له فين ابني فين يا سليم راجع وسايبولي. انا قلبي مش شغلي لاتي النار بتكوي فيه دوامل وحياتي ظهرت شبابي فيه. قال اصبري للقدر واستودعي الله الريح طواه مني ناف المية واعمل ايه. راح الولد اللي حلتي اللي باقي بقى جوزي مات وابني كمان يروح في البحر قعدت تعيط. قال لك يا اختي كفاية ابوك دمك هيعمل ايه. عمالة صبح ومساء تنعي وتبكي عليه. يا ما كان منايا انا يا اختي بروحي ابديه لكن ده اصله قدر ومن الازل مكتوب واللي انكتب على جبينه لازم تشوفه عينيه. اللي انكتب على جبينه لازم تشوفه عينيه. انت عايزه مني ايه؟ حاولت انقذه ما عرفتش. بطلي بكى قولي انا لله وانا اليه راجعون. قالت له سيبني ابكي وانوح على ضنايا حبيب الروح. يسلم فؤادي عليك مجروح اعيش واموت ولا لحظه انساه. ازاي راح انسى ضنايا انا تاب ليا من بعده هنا ده اليوم في بعده يساوي سنة. اعيش واموت ولا لحظة انسى. من الأمواج نجي ومن الغرق يا كريم تحمي. انت اللي وحدك عالم بي يا حي يا رحمن في سماء نذر علي راح استوفى. لو الكريم من الموت نجا أحجنا أنا بيت الله وأطعم أنا كل المساكين. أنا اللي مني الزمن خد أغلى خلاني وصبحت من بعد جم مسكينة أهياني وزاد علي الأسى والظهر عداني. ندر علي لصوب شهر أنا لله وحج بيته إذا ولدي رجع تاني. والأم قالت يا رب نجيلي ابني. طب الأم بس اللي بتدعي وبتبكي؟ لا ده في ناس حبيبة تانيين بيبكوا. مين؟ وفاء حبيبة القلب اللي بتحبه عمالة بتقول إيه وهي نايمة عليلة في فراشها وتركت الدراسة والعلم. يا عاشقين يا مغرمين زي أنا من فيكم من زي كده سهران بيناجي طفل محبوب في وسط الدجا ويقضي طول ليله حزين حيران يبكي بشوق على ولي فل انخطف
منه أوام، وصبح كأنه ما كان. يا طير يا طير يا اللي انت سريح في السماء، يا طير يا طير يا اللي انت شاطح في السماء. شفتش حبيب قلبي في أي مكان، لو تنظر لو تنظر يا طير أمانة توصل مني سلام العاشقين والهان. واحكي إليه في الغربة يا طير حصرتي، وقول له غيرك أنا ما هويت إنسان. انت الامل اللي فاضل لي في دنيتي، وانت اللي قلبي في هواك هيمان. يا هل ترى يا خل لي راح ترجع لنا، ولا انكتب لي الذل لي والحرمان. يا هل ترى يا خي اللي راح ترجع لنا، ولا انكتب للذل والحرمان. قلبي بيقول انك اكيد هتعود لنا، ونعيش سوا في سعاده واطمئنان. احنا على عهدك وعايشين على الوفا، لك راح نصون العهد مهما كان. انا قلبي بيقول انك عايش. وبكت البنت الطيبه وقالت وفاء، يا خساره الحلو لما في لحظه حظه يميل، ويعيش جريح الفؤاد ويقاسي ويل على ويل. وفاء أصابها مرض خلى القلب منها عليل، وابوها لف البلاد ما قدرش يداويها، واحتار عشانها ودمع عينيه تملي سيل. مالك يا بنتي؟ جبتلك كم طبيب؟ يلا بينا نرجع يا حباب، نشوف حنان رب الأرباب. لرجاء بعت قطعة أخشاب، الموج شايلها لحد حدا. أول ما شافها رجاء على طول قدف إليجا زي المهبول، ومسكها ولسان حاله يقول حمدي إليك يا عظيم الجاه. ويظل عايم بيجا أيام، لا نوم يدوق ولا حتى طعام. لما التعب خد منه تمام، وفي لحظة خارج كل قواه، وقطعة الأخشاب شايلة عن وعيه غاب. يا أخوانا وتاه فتح عيونه لقى ناس شايلة عالشط بره يا مستمعين. بص بعينه لا قطعة من الأخشاب جاي لحده، ركب عليه وفضل يأدي قطعة الأخشاب شالته. لما ركب الخشب أغمى عليه، ناس على الشط يا أهل البلد، جزيرة اسمها جزيرة الأخيار يا أهل الجزيرة. في ولد غريب بس ماسك في خشب أهو، يا هل ترى ميت ولا حي؟ تعالوا يا رجال شوفوا الولد ده. أهل الجزيرة شافوه عالشط راحوا شالوه، ولما شافوا الخطر باين عليه أخدوه.
ودوك لي عشر طبيب كان عندي جم يداووه، ولما زال الخطر وبعد بعيد عنه قالوا له ايه الحكاية، وعن كل شيء سألوه حكى إليهم كل مكان واللي جراله بكل أمان. أهل الجزيرة حبوك يا أخوان، حتى الطبيب شغال ويان. وقال له خليك ويايا وعيش هنا يا ابني معايا، الظلم حيكون له نهاية حالا تشوفها بإذن الله. قال له انت يا ابني مظلوم؟ قال له راجل رماني في البحر. قال له الظلم مجمع يزيد وطل به الأيام، وتزهزه الدنيا للظالم شهور وعوام. حتما تلاقي وراك الحق ما بينام، وصاحب الحق من طبعه ما يغفلش، ومالك الملك فوق العرش ما بينام. هو لا الطبيب اللي شغاله معاه والناس اللي نجدوه من البحر. طب نروح نشوف سليم عمل ايه مع بنته بقى ضناه اللي عايز يكون مال من اجلها واستخسرها في الولد اللي بحبها. غلب وحقار وبنته عايشة في نار، بصله راجل اسمه الشيخ عبد الغفار وقال له مالك يا سليم محتار؟ قال له بنته عايشة في نار. قالها كان طبيب لحد باب الدار. سليم يا سادة غلوب واحتار، بنت رخرة عايشة في نار، من المرض وألم وأذى لف البلاد يسأل يا أخوان، مفيش طبيب يشفي العيان، أعطيله مالي وروحي كمان لو الألم من بنتي دواء. الحال ده شافه راجل بحار بيشتغل مع ناس تجار، قال له على جزيرة الأخيار هناك طبيب ما يخبش دواء. يا سليم ما تحتارش، أنا عارف الدكتور بيوحد الله حب رسول الله، كل اللي راحوا طابوا لما وصلوا حداه. قال له فين؟ قال له في جزيرة الأخيار. قال له هروح بيها هودي البنت لو حصرف مالي. كبش مال كتير معاه، خد بنته من الفجر وخد البحار وياه. وصف إليك الجزيرة وقال علي جاروح، هتلاقي فيك طبيب بيعالج المجروح. قال له هاخدها أنا حالا إليك واروح، اشفيك لو حتى ياخد كل أموالي، بنتي حبيبتي أضحي عشانها ولو بالروح. من الفجر خدها يا خلقي وصر، ومعه كمان أخذ البحر، سافروا على جزيرة الأخيار، أخذ كتير من ماله معاه، فضلوا تلات أيام ماشيين في البحر على الأمواج سايرين، وفاء بتبكي بدمع العين من المرض وألم وأذى، تنظر بقلبي وعقلي شريد للموج جوا جاي بعيد، وتقول يا موج يا ابو قلب حديد، خدت حبيبي منك لله وبعد ايام وليالي. وصلوا الجزيرة صحبة يا غالي، دخلوا العيادة طوالي، وجدوا الطبيب والمرضى معاه،
أبوجا قال له سمعت عليك إنك طبيب ولا يعلى عليك داويلي بنت الله يخليك ويزودك من خير وعطا. نظر الطبيب قال عندك إيه وبتشتكي يا حلوة بإيه؟ قالت فؤادي وعقلي يا بيه من مدة مخطوف مش لاقياه. مالك يا شطر عندك ايه؟ قالت قلبي. قال قلبك بدق سليم اهو. عقلي. قال ما انت بتتكلمي اهو. تينيك يا حبيب راح منك. قالت من يوم فراقي الحبيب وانا حالي مضحيه. تيهاوي شرده وتملي لوني متغير. البحر خطفه جوا شباب وصغير وبعده صبحت حياتي يا طبيب مر. واللي يفارق حبيبه يعيش العمر متحير. قال الطبيب حبت اوهام ممكن يروحوا بسرعة اوهام بس بعيدي يا صبية اوهام عن كل فكرة عيشي بعيد حاولي بسرعة اوام تنسي بلاش يا بنت تفكري فيه حبه من قلبك اخلي وعيشي تاني في جو جديد عيشي في جو ملان بجدود تلاقي الفؤاد على طول حيروح انسي عذاب وآلام الشوق جسمك يطيب وحتبقي حديد. انسى مين اللي انت بتحبيه انسيه. قالت عمري ما حنساء هم سوا مع بعضيهم والدكتور بيوصيهم إلا ورجاء جاي عليهم. قامت وفاء بسرعة تحضنه. رجاء أهو يا دكتور حبيبي أهو حبيبي مغروش حبيبي لسه عايش. رجاء لا خليك عند أبوك هتبقي خاينة زيه أبوك رمان في البحر. أنت مش قلت يابا أن الهوى رمان؟ قال له الهوى رمان صحيح يا عم يا سليم يا طماع ولا الهوى هواي. ليه عملت كده يا ابا؟ ليه بتتخلص من حبيبي اللي بحبه يا ابا؟ لا بعيد عني خليك عند ابوك. عرفت الحكايه من الصدمه وقفت تقول لي بس كده يا رجاء دي اخره العشره ويا الحب والاشواق ايه ذنبي في اللي جرى واللي حصل يا رجاء بقى ده جزائي عشان صمت الهوى ببعدك وعشت طول الفراق ع الذكرى والاشواق. قالت له كده؟ قالت له ايه؟ في يوم فراقنا وانا عايشه في عذاب وضل واليوم كانه سنه وكتر على العاشقين. بصته كده وقالت له ايه؟ طلت باقي عليك في عز ليلي بناديك واسال نجوم عليك واقول حبيبي فين وفضلت باقي عليك وفي عز ليلي اناديك واسال نجوم عليك واقول حبيبي فين لو عدى طرقه وفات في وقت من الاوقات ابعت معاه سلامات وابكي بدمع العين. قال اسمعي يا وفاء احلف يمين بالله حبك في قلبي وهواك عمري ما حنساه لكن ابوك ظلمني كتير وانا وياه ان كنت باقي على حبي وعليا صحيح عيشي معايا هنا وبلاش تروحي معاه. قالت له يا رجاء انا وياك راضية ان اعيش واموت وياك فرحك تمالي يا حبيبي بنقاه يا ابني القصور طلبك علي. ابو جشف منهم اصرار يعيشوا مع بعض يا حبا دموع
عينك نزلت على نهار عماله تجري على الخد سبهم ويمشى على الاقدام وصل لشط البحر تمام فوح بنفسه يا خلق اوام غروب ونال جزاء الخيم اهل الجزيره طلعوا يجروا واحد غريب راح البحر رمى نفسه مات اونا الجزاء مقابل ما جنت اياديه وساعتها لا مال نفع ولا حد سمى عليه ومات غريب الوطن ما حد يبكي عليه ربك بيمهل صحيح لكنه لا يهمل واللي بيزرع بيجني ثمر زرعه يا ناس بايديه قالت يلا بينا تعال ابويا مات اهو قامت واخده الفلوس منه وقالت خد شيء من مال ابوك اهو والباقي حاجبه لك لما نرجع والطبيب فرح وراح معاهم الام قاعده بتبكي وام البنت الاخرى بتبكي عشان بنتها الا والباب بيخبط مين انا يا اما ابني وام البنت قالت بنتي تعال يا ولدي والدكتور قال لها ابنك اهو في امان الله بصت ابنها وحضنته وقالت انا كنت نادره يا ولدي لو تقعد ليا احج بيت واصوم شهرين عدديه والمولى هو رجعك واجابك يا واد ليا يلا بقى كلنا نزور رسول الله يا ما نفسي ازور المقام وامدح بقى شويه ورجعوا تاني رجاء ووفاء ويتجمعوا أحلى العشاء وده أمر من رب السماء والدكتور آخر فرحان وراحوا زاروا رسول الله نالوا النعيم في رعاية الله وراحوا طافوا بالحرمين واللي صبر على كتجاره حيسكنوا رب داره والمر فايدته في مراره ومفيش حلاوة بدون نيران ورجعوا تاني عملوا الفرح والقلب يا سادة انشرح والخلق كله فرحانين والنور عم في كل مكان والحبايب رجعوا البعض اتلم الشمل على بعض عاشوا سعادة ويا بعض واتلموا تاني لأحباب واتلموا تاني لأحباب